شكرا للجميع، لكل اللي عم يسمعنا، لكل الناس اللي متابعين معنا في هالمشوار اللي بديناه من بداية الكورونا تقريبا. وإن شاء الله حسب إرادة ربنا نشوف لوين رح نكمل وكيف رح نكمل. امبارح احتفلنا بعيد القديستين مريم بواردي والقديسة ماري الفونسين. فرحة الحمد لله كانت حلوة رغم كل الظروف، لأنه دائما الفرحة ما حدا بيقدر يطفيها زي النور. فرحتنا فيهم التنتين ما بتنطفى أبدا، لأنهم نور بنور سمانا، خاصة أنهم من دمنا ولحمنا وأرضنا وترابنا، من بلدنا، من وطننا، من الوطن اللي أطلع أول كنيسة، واللي موجود قبل الدنيا كلها ورح يضل موجود بعد الدنيا كلها. خلينا نبدأ اليوم. موضوعنا اليوم شوي حرج وشوي عشوي، بده لازم نتحكم فيه بصراحة علشان نقدر نفهم إحنا كمسيحيين شو موقعنا ومين إحنا وشو إحنا. خلينا نبدأ بالصلاة علشان ناخذ الإنجيل ونشوف وين بده يقودنا الروح القدس في هالإنجيل. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. خلينا نشوف اليوم إنجيل اليوم اللي هو تقريبا مغاير للإنجيل اللي أخذناها في الأسابيع الماضية. خلينا نفوت نفهم، لأنه إذا ما فهمناش صعب إنه نستقبل أو نرضى أو نرضخ لكثير أشياء بحياتنا. لازم نفهم، لازم نعرف، ولازم نآمن بدون ما نفهم. أحيانا لما بنفهم الإيمان بنآمن بفهم. حلوة. إنجيلنا اليوم من إنجيل القديس يوحنا، إصحاح 15. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، هاي جملة بحبها أنا، قال لتلاميذه: متى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ بدء الأمر. قلت لكم هذه الأشياء لئلا تعثروا، سيطردونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي عبادة لله عبادة، وسيفعلون ذلك لأنهم لم يعرفوا أبي ولا عرفوني. وقد قلت لكم هذه الأشياء لتذكروا إذا أتت الساعة التي قلتها لكم. كلام هون يسوع بيقولنا متى جاء المؤيد، وهذا بدل على انه يسوع هو اللي اجى عشان يرجع لنا المؤيد اللي كان معنا قبل الخطيئه. هاي نقطه جدا مهمه يا جماعه تعرفوها، لانه الخلاص ما صار الا بيسوع المسيح. واحنا ما بنقدرش، في كثير ناس بيسالوا اسئله محرجه، يعني احنا ما نفوت غير على بدوش يفوت، فيش حدا بيقرر مين بده يفوت على الجنه الا الله، لانه اعمالنا هي اللي بتفوتنا على الجنه. لكن في شيء جدا مهم هون اللي هو الخلاص، الفداء اللي اجى يعمله يسوع، اللي هو اعاده الروح القدس لنا. وهون يسوع بياكد انه متى جاء المؤيد، والمؤيد اللي هو الروح القدس، مش حد ثاني، الروح القدس. هلا يسوع اجى علشان يرجع لنا هالروح القدس اللي احنا خسرناه بالخطيئه، اللي خسرناه بخطيئه ادم وحواء من اول السقوط. فهون يسوع اجى رجع لنا هالروح القدس الموجود فينا. وهون
بيأكد على انه جاي من لدن الاب، لانه روح الحق المنبثق من الاب، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل. يعني حتى الجماد، حتى الحيوانات، حتى كل شيء روح الله مليه، روح الحق، لانه هو اللي خلق كل شيء. كل شيء بيتكون في الدنيا هو اللي خلقه، حتى الاشياء اللي احنا نسمعها هو اللي خلقها، لانه هو اللي خلق الكون وكل مكوناته اللي من خلالها احنا عم نطور ونطلع ونعمل ونكتشف اشياء بدنا عمر لسه لنكتشفها، ونقدر نوصل لجزء من خلق ربنا ومن ابداعاته. فهو يشهد لي وانتم ايضا تشهدون لانكم معي منذ بدء الامر. هون يسوع بيحط شهادتين، شهادة الروح القدس وشهادتهم هم، لأنه دائما لازم يكون في اثنين يشهدوا على الشيء. فيسوع هم بيحط اثنين هذول ليشهدوا، الروح القدس الذي جاء من لدن الآب، يعني شهادة سماوية من فوق من خالق الكون اللي هو الله، وشهادة أرضية من هالمجموعة اللي أحبها يسوع واللي بذل نفسه من أجلها واللي هم تلاميذه. بقول لهم انا قلت لكم الاشياء هاي عشان ما تعثروش. ليش؟ سيطردونكم من المجامع، بل تاتي ساعه يظن فيها كل من يقتلكم انه يؤدي لله عباده، وسيفعلون ذلك لانهم لم يعرفوا ابي ولا عرفوني. احنا اليوم بدنا نوقف عند الشغله هاي او الباراجراف هاي، الفقره هاي، وندخل بعمقها شوي شوي، نفهم نآمن عشان نفهم. هلا يسوع اعطانا كثير صفات. يسوع اول شيء قالنا انتم ملح الارض، هاي اول صفه، ملح الارض. ثاني شيء انتم نور العالم، نور العالم. انتم الابناء الوارثه، أبناء الله. إحنا أبناء الله، إحنا نور العالم، إحنا ملح الأرض. أنتم أحبتي، إحنا أحباء يسوع. وآخر شيء، أو في كثير أشياء بس كمان شيء المهم، أنتم هياكل الروح القدس، هياكل الروح القدس. هذا شو بيجمع كله على بعضه؟ بيجمع على انه احنا ايش؟ نور من نور من الله. ليش؟ لانه احنا الملح اللي بيعطي الطعم للطبيخ وللارض كلها، لانه بلا الارض ما بينفعش، العالم تيجي بلا الملح، العالم تيجي ناخذ دنيا عشان تروح على البحر الميت تفوت بهالبحر وكل جسدها يرجع منيح، كان حبوب، كان املاح، كان التهابات، كان اي شيء، بفوتوا في البحر الميت بالملح، كل شيء بيختصر في جسدهم. الملح بتحطه في زوايا، بتصلى عليه، بنحطه في زوايا البيت بيطرد الشيطان، لانه احنا ملح الارض. الطبخه بدون ملح تسواش ولا شيء، بتكبها. فالملح هو اساس في حياتنا. اول شيء انتم نور العالم. الدنيا بلا نور ما بتنعش، ولا حدا بيقدر يعيش في الدنيا بدون نور. ليش؟ لانه بدنا نعيش الظلام، ساعتها ما حدا بيتحرك من محله، بضل قاعد في محله. يعني النور هو الوسيله الوحيده للحياه، لانه بالظلمه ما بنقدرش نعيش، بما انه احنا النور اللي موجودين بالعالم، فالظلمه ما الها وجود ولا الها كيان ابدا طول ما احنا موجودين بالعالم. احنا ابناء الله لانه يسوع اجى، هو ابن الله واجى عشان يخلينا ابناء لله، يرجعنا لله عن طريق رجاع الروح القدس لنا جوانا. احنا احباء يسوع لانه هكذا احب الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد يسوع لكي يخلص كل انسان. فاحنا احباء يسوع، احباء الله، واحنا هياكل الروح القدس، وهذه اهم الموجودات لانه
كل اللي عمله يسوع علشان نرجع نولع هالنار هالموجودة بقلب اللي هو ليسوع وهو للروح القدس. شايفين قديش احنا اهميتنا بالعالم، قديش احنا مهمين كمسيحيين كناس مؤمنين فاهمين ومش فاهمين، جدا مهمين، لانه احنا بدوننا العالم، اذا طبعا هذا اذا كنا ابناء صح، واذا كنا ماشيين على وصايا الاسبوع الماضي طول الوقت احنا نقول الوصيه 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 وكملناها بالوصيه، كل هذا الحكي من زمان مفهوم. فلنا اسبوعين نحكي بالحكي هذا، اذا كنا هيك احنا بنكون الصفات هاي تنطبق علينا كليا، لكن اذا احنا ما كناش وما عملناش وصيه يسوع احنا نرجع للظلمه اللي هي الشيطان، وما بنكون عندنا اي وصف من هدول، ما بنكون نور العالم لانه عايشين الظلمه، عايشين الشر، ما بنكون ملح الارض لانه الملح فسد اللي جوانا وما كانش في هيكل الروح القدس فاضي ومش عم بيشتغل. وإذا كان الروح القدس هيكل الروح القدس فاضي، الروح القدس بيشتغلش فينا، معناه إنه إحنا أولاد عاقين وإحنا مش أحبة يسوع. اللي بيخلينا نكون كل هذا إنه إحنا نحفظ وصية يسوع اللي هي أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ولما بنوصل الوصية لهون بنوصل بنرجع نور من نور طالعين من روح الله، روح الحق المنبثق من الله. شايفين اللفة؟ هذا جدا نفهمه، ضروري كثير نفهمه علشان نفهم ليش يسوع بيقول سأطردونكم من المجامع بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يؤدي لله عباده. مين اللي بيقتلنا؟ او مين اللي بيحاول انه يقتلنا عن طريق بشر؟ اللي هو الشيطان. الشيطان بيحاول يعمل للأسف الشديد يستخدم الشريعة الناموس ويستخدم الشريعة، وانتوا فاهمين بيستخدم الناموس وبيستخدم الشريعة، من هنا بطوله جمل وبطوله أشياء موجودة منها بيأكدوا على انه هم لازم يقتلوا المسيحيين او لازم يعذبوا المسيحيين او ما لهمش، مش لازم يكون لهم وجود المسيحيين على الارض. وهذا اللي بيعمله الشيطان في الشرق الاوسط على اساس فض الشرق الاوسط من المسيحيين وبعيدة عن جوابه. الناموس والشريعه، بيجي واحد باخذ لك ايه او جمله وبيفتيها زي ما بده وعليها بيمشي، وهيك بصير يدبح في هالكفره ودبح في هالكفار، وبيفوت بيقول لك ان النصارى ما لهمش مكان وما لهمش شيء وهدول كفره ومشركين والحكي هذا كله. هذا اللي احنا عم نعيشه لنا فتره من بدايه الربيع العربي وما قبله حتى. بنعيش كل هالظلم او كل هالاشياء هاي، ليش؟ لانه احنا نور العالم. والظلمه ما بتقدرش تقعد مع النور، لازم تزيحه، تحاول قدر الامكان. وبتعمل كل ما وسعها، لكن الظلمة عمرها ما تدرك النور. شو ما صار وشو ما وصلنا لمراحل، الظلمة لا تدرك النور. مثل الحي في الكتاب المقدس بولس الرسول لما ضربوا ورجموا استفانوس، وين حطوا أوعيهم؟ حطوا أوعيهم قدام بولس الرسول اللي هو كان شاول، وشاول كان واحد خاتم التوراة ومتتلمذ على يد جمالائيل، اعظم معلم، وكان عنده غيره مخيفه على التوراه. فقال لك هذول الناس بدهم يمحوا التوراه، بدهم يشيلوا كل الحكي هذا ويبدوا يبشروا بيسوع المسيح. فكان موافق على قتل استيفانوس، وكل الشباب حطوا وعيهم تحت جريه، وراح جاب رسائل من عده المجامع عشان يروح على سوريا ويدبح كل المسيحيين اللي كانوا طلعوا وكانوا موجودين بالشتات. طب ليش؟ طب ما هو بيحارب باسم ربنا، مظبوط ولا لا؟ شو بيحارب بالشريعه؟ بالناموس؟ والناموس وضعه الله؟ يعني الزلمه مش غلطان، عماله بيحارب باسم ربنا، عماله بيحارب عشان يدافع عن ربنا.
من علماء الشريعة، ومن الشريعة الإسلامية كمان بيدافعوا عن الجهاد في سبيل الله، لأنه إحنا بالنسبة لهم مش إحنا مع إنه إحنا أهل الكتاب، بس بالنسبة لهم إحنا مش صح. طب هم كمان عم بياخذوا من الشريعة، عم بياخذوا من التفاسير، وبياخذوا من الحكي هذا كله. طب ما دام هذا الحكي موجود بالكتب، ليش يسوع يقولنا سوف يضطهدونكم وسيطردونكم من المجامع وتأتي؟ وهذا اللي عملوه بالتلاميذ، وضربوهم وحبسوهم وحطوهم بالسجن، واجى الملاك طردهم من السجن ونفوهم في كل العالم وذبحوهم من وين مكان وكل مكان. ليش الناس بتخاف من ملح الأرض ونور العالم؟ ليش الإنسان بيخاف من حكي هذا؟ ليش بنحاول ندور وبيحاولوا يدوروا بكل مكان بالكتب المقدسة اللي عندهم على أساس يلاقوا فتوى إنهم بالفعل يوقفوا أمام هالنور ويخلصوا على هالملح ويفسدوه؟ ليش إحنا مضطهدين؟ ليش إحنا بدهم يطردونا؟ ليش إحنا بدهم يخلصوا ويفضوا الشرق الأوسط من المسيحيين الموجودين فيه؟ ليش؟ سؤال جدا جدا يعني مهم، وسؤال لازم نعرفه ونفهمه علشان نقدر نوقف ونصمد في كل اللي بنمر فيه، ونصمد بمحبة وفرح لأنه يسوع كان مضطهد قبلنا، وكان متعذب قبلنا، وصلبوه وقتلوه وقام من بين الأموات. يسوع بيعطينا الجواب في الإنجيل هذا كمان. يسوع يعني كلمة الله، كلمة حياة، ما فيش فيها يعني. بقول لك الشغلة بيعطوك بيعطيك إياها على طول الجواب، بقول لك بيكون واضح معك في كل شيء علشان تكون فاهم. بس كنت فكروا إنه إحنا نقول إنه الإيمان اللي إنه إحنا نؤمن بأشياء لا ترى، لكن هي بالعيون الروحية نقدر نشوفها وترى بشكل واضح اوضح من العيون. بس لازم احنا نشغل هالروحانيات اللي جوانا عشان نقدر نشوفها، لان يسوع بيعطينا الجواب بنفس الفقره نفس الفقره. احنا نور العالم وملح الارض، واهم شيء احنا هياكل الروح القدس. هدول ثلاث صفات من اهم صفات العالم، من أهم صفات الناس الموجودة على الأرض، اللي هي تعد الإنسان اللي بيمشي هيك هو يعد ملاك على الأرض، بشري بيعد ملاك بشري على الأرض، ملاك بشريين موجودين وعم بيعيشوا كلمة يسوع. خلينا نكمل عشان نفهم شو اللي حكي هذا. بيقول لك بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي لله عبادة، وسيفعلون ذلك لأنهم سيفعلون ذلك لأنهم لم يعرفوا أبي ولا عرفوني. لم يعرفوا أبي ولا عرفوني، هذا هو الجواب. طيب شو يعني ما عرفوا؟ طب ما هو موجود بالكتب المقدسة أو الكتب الثانية إنه الله موجود، الله خالق الدنيا، والله هو الديان العادل، وهو اللي بده يتخلص العرض ونطلع عنده، بده يحاسبنا، وبده وبده وبده. هل هذا هو الله؟ هل هاي هي معرفة الله؟ هل هيك الناس بتعرف الله بس؟ لا، الإنجيل هو الوحيد اللي أعطى صورة، كمل الصورة الحقيقية لله المسيح. يوحنا ذهبي الفم بيقول العهد القديم كان بداية الخطوط للوحة، أجى العهد الجديد كمل هاللوحة، حط الألوان وأصبحت لوحة جميلة. شو علمنا يسوع الأسبوع الماضي؟ ليس حب أعظم من هذا من أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبه. هذا هو الله، هذا هو يسوع، هذا هو الإنسان اللي جاي من لدن الله.
اللي بيعرف الله. زمان اذا ما نيجي نطلع على الناموس ونطلع على الشريعه بنشوفها كلها ومعظمها قوانين، قوانين حاده وصارمه جدا. ليش؟ لانه العالم كانت عالم قاسي جدا، كانوا يحرقوا اولادهم بالنار، كان الزنا عندهم بلا عقل، كان عندهم يذبحوا وياكلوا او الذبيحه بدمها، كانوا عالم وحوش باعتبار قصاة قاسيين. اللي مدخل بنته بالنار ومقدمها ذبيحه لا الى الاله، هذا انسان قاسي، انسان ما بيعرف ولا شيء. فكان الله بيتعامل مع ناس جايين من هذا المنطلق، جايين من هاي المنطقه، اوثان ما بيعرفوش ولا شيء. وهيك ربنا وصى العبرانيين وقال لهم ولا شيء بتاكلوه من ذبيحه الاوثان، ولا لو سكن من بناتكم ترفضوا كل عباداته وكل شيء له. ارضي وما بيعرف الله في هالعبادات هاي، فكلها كانت عباده للشيطان. فلما اجى موسى الله اعطاه القوانين علشان الشعب يمشي على قوانين معينه، ما تدخلوا في متاهات او ما توصلوا للعباده الاولى اللي كانت موجوده بالارض اللي هي عباده الشر والشيطان. فموسى اخذ هالقوانين وسنهم وحطهم وقال لهم الله بقول لك كذا وكذا وكذا، ومن بينهم اول 10 وصايا. وبعدين كمل الله كل شيء حتى تدخل في ادق التفاصيل بحياتهم عشان يعلمهم كيف يعيشوا، لانه دول ناس ما عم بيعرفوا يعيشوا بدون ما يكون في قانون، بدون ما يكون في حد يشوفوه ويكلموه، لانه كله كان جسدي بجسدي. بينما لما اجى المسيح احنا طلعنا من الجسد الى الروح، فصفى انه عنا احنا نعبد الله مجرد مش عم نشوفه لانه هو موجود بالروح. ويسوع قالها فسياتي وقت تسجدون بالروح لله. لما قالت للمراه السامريه بتسجدوا بالقدس، قالها رح يجي وقت لا هون ولا هون تسجدوا بالروح، بالروح. فبيطلع لك واحد مفتي بيفتي لك فتوى بقول لك بتعمل كذا وكذا وكذا لانه هيك مكتوب، هذا الحكي مش صح، لانه هذا الحكي الله موجود في كلامه، فصعب انه انت تفتيه زي ما بدك وتطلع فتوى وتحللها وتمشي الناس عليها. لانه ويل لمن يعثر هؤلاء الصغار، ويل. الناس اللي بتعمل هيك واللي بتقتل الناس هدول واللي بيضطهدوهم بيضطهدوهم لانهم لم يعرفوا الله. والحياه الابديه هي ان يعرفوه الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. هون تكمن المعرفه، هون تكمن معرفه الله ومعرفه الابن بانه هو الله الوحيد. والله الوحيد شو وصى؟ وصى على المحبه. وشو وصى كمان؟ وصى انه نعيش المحبه هاي، نعيش محبه الله والاخر. والانسان اللي ما بيعيش المحبه هاي ما بيعرف الله، لانه الله بس محبه. ومن المحبه يخرج كل شيء، وتخرج كل الاسماء اللي يسمى بها الله من المحبه. ولما يسوع اجى، اجى ليكمل المحبه، ويطلعها من نطاق القانون ونطاق الناموس ونطاق الحرفي الى والشريعه الى نطاق النعمه، الى نطاق الروح. فبطل الشيء مجرد اني انا بس احرص على اني ما اهنش السبت وما اعملش بالسبت هيك، او ما اعمل وما ما اقتلش بس قتل، لا، صفى انه نظره مني لاخوي ممكن انها تقتله في ارضه. نظره واحده مني لاخوي ممكن انها تقتله في ارضه. بذل الذات. إذا الإنسان ما بذل نفسه في سبيل أحبائه، وهذه هي الإنجيل، هذا هو إنجيلنا. علشان إحنا هيك لما بنتعامل بالأسلوب هذا العالم بيرفضنا، لأنه إحنا مش عم نمشي على تعاليمه ولا عم نمشي على قوانينه، لأنه إحنا تخطينا هاي القوانين وطلعنا لفوق للروحانيات، تركنا الجسديات، فأصبحنا مصدر لسهامه في كل شيء، لأنه إحنا ماشيين
عكس قوانين الأرض وعكس قوانين الشريعة وعكس قوانين كل الأشياء اللي عم تنحط. لأنه لما بيجي واحد بيقتل ابن واحد وفي لحظة بيقول له أنا مسامحك وربنا يسامحك، هذه عكس قوانين العالم. لا، بدك تاخذ حقك، بدك تنتقم. اللي قتلك بدك تقتل أخوه وبضل الدم شغال من هون لآخر الدنيا. بينما لما واحد بوقف وبيبذل ذاته من أجل الآخر بيقول له أنا مسامحك، هون أنا مشيت عكس قوانين العالم، فصرت أنا عكس الدنيا. ولما بنصير عكس الدنيا احنا بنقول لهم في وجههم انه انتوا غلط. لما بتقول لواحد انه انت غلط وخاصة الشيطان، ساعتها هو بجرك بطردك من الجامع وبتيجي ساعة بقتلك فيها، لانه هو عم بدافع عن قانونه. اللي معرفش فيه لسه محبة الله اللي هي تكملة للشريعة اللي هي بتيجي النعمة انه يسوع بذل نفسه من اجل. لما انا بمشي عكس التيار وبمشي عكس كل هاي القوانين، انا انسان مسيحي ماشي زي ما يسوع مشى بدل نفسه وبدل حياته من اجلي ومن اجل الاخرين. ما في اجمل من الحب اللي بالانسان فيه بيبذل نفسه من اجل احبائه، من اجل الاخرين، من اجل العالم. وساعتها انا طلعت من أرضية العالم، من أرضية الجسدي، من أرضية القوانين والشريعة والناموس وكل الأشياء اللي بيفتوها المشايخ والكل، وطلعت على الروح، إني أعبد الله بروح. الروح هي قوة المحبة وتكمن فيها حرية الحركة. أنا بصير زي النسر السما فوق، فيش إشي بيصطادني، فيش حد يمسكني، روحي طايرة وعيني ثاقبة علشان أعرف وين الغلط وما عملوش، علشان أعرف وين المحبة وأكملها. لأنه فيش أحلى من أن الإنسان يبذل نفسه في سبيل أحبائه. ما أجمل هالجملة اللي فصلت كل قوانين الأرض عن حياتنا المسيحية. هاي قوانين الأرض تنحط علشان إحنا نقدر نحفظ حقنا، نحفظ قيمتنا، نحفظ وضعنا، نحفظ غرضنا في الحياة. بس ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لو أنا ربحت كل قضايا الدنيا قدام أخوي، قدام عيلتي، قدام أهلي، ربحت البيت، ربحت الدنيا، ربحت العالم كله، هذا شو بينفع لما أنا بالقانون أخذت حقي وحق غيري؟ بلاش حق غيري، حقي أنا لحالي، وخليت الدنيا كلها هي اتفرج علي. وين بذل الذات؟ وين محبة يسوع في اني انا ابذل نفسي من اجل اخر؟ الاشي اللي انا بتخلى عنه ربنا بيعطيني اضعافه اذا انا كنت نور العالم وملح الارض. اصلا اللي بيكون نور العالم وملح الارض فيش اشي في الدنيا بيعلق في عينيه. شو ما كان يكون، يكون عنده اشباع فوق العادة وفوق الاحتياج، لانه يكون انسان روحي مش محتاج اي شيء جسدي. عطش حتى الملابس، وشفنا في العبرانيين زي ما قلنا هذيك المرة انه 40 سنة مشوا في البرية لا سمعتهم اهترت ولا اواعيهم خربت. ايش بدك هيك؟ ليش لازم نضل عايشين على الشريعة والقانون وافسر زي ما بدي واجيب الآية اللي بدي اياها وافسرها واعملها واذي فيها غيري؟ ليه؟ لاني ما بعرف الله ولا بعرف يسوع. وليش ما بعرفوش؟ لانه ما فهمتش انه يسوع اجى علشان يبذل نفسه من اجل احبائه، من اجل العالم كله، ليخلص كل الدنيا. علشان ما فهمتش انه احلى شيء في الدنيا انه يبذل الانسان نفسه من اجل احبائه. هذه معرفة الله، فيش شيء غير هيك. لأن الله بس محبة، وهناك بتكمن كل الوصايا وبتكمن كل الحياة وبتكمن كل شيء موجود في السماء والأرض في قلب هالمحبة المشتعلة زي العليقة، مشتعلة بالنار لكنها غير، ما بتحرق، ما بتحرق جسديا لكن بتحرق روحيا، شوق وعشق ومحبة ورومانسية لله. هيك أنا بعرف الله، لأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفونني، عشان هيك بيعملوا فيكم كذا وكذا وكذا. فإحنا مش لازم نكون زعلانين ونضل نقول بتضطهدونا وبتضطهدوناش ومش عارف ايش.
اكبر شيء عم بيعمله قوه الشيطان في انها تحاربنا دليل على انه احنا نور العالم. لانه لو احنا بجيبته ما قامش علينا كل الايام هاي وفضل المسيحيين من الشرق الاوسط. لو احنا بجيبته، بس احنا مش بجيبته، احنا عدعسين وعكس قوانين العالم. ليش؟ لانه لما بصير فينا اي ضائقه نركع ونصلي، لما بتصير معنا اي مشكله نركع ونصلي، لما نوصل لاكبر شغله وحقد ودنيا ودين نركع ونصلي. ليش؟ لانه احنا ضعفاء، ويسوع قال قوتي في الضعف تكمن. علشان هيك بنوقف احنا بكل قوه يسوع بالضعف اللي فينا علشان نحارب هالعدو، نحارب هالشيطان، نحارب هالعالم اللي بيحاول اللي بيضطهدنا واللي بيطردنا من وين ما كان. تاكدوا انه هالحرب هاي ترجع علينا بفوائد كبيره روحيا ومعنويا، وكمان شوي تصير جسديا. احنا جرينا مش معلقه بالارض، احنا جرينا طايره بالسماء، لانه روحنا بالسماء، لانه احنا طلعنا من حرف الناموس الى النعمه. اجي يسوع كمل الناموس واعطانا النعمه لنعبده بالروح. فالمحبه اذا ما كانتش قادره على انها تكسر الذات داخليا، وعلى انها تخلص على كل انانيه وعلى كل الانا الموجوده، ما بتكون محبه، ما بتكون ابدا محبه. المره بنقدر نتلاعب بالايات زي ما بدنا، بس بالنهايه حق واضح، الروح الحق المنبثق من الله واضح جدا. بس بقول لك نور، بس النور هو اللي ببدل الظلمه. الظلمه غير موجوده، لكن غياب النور بوجدها. الظلمه غير موجوده، لكن غياب النور بوجدها. ولما انا كمسيحي بتبع وصايا يسوع وبعرفه وبعرف ابوه وبكون هيكل للروح القدس، ومن هنا الهيكل هذا بصير نور للعالم وملح للارض، معناه انا عرفته وعرفت ابوه، لان روح القدس ساكن جواي فبيعرفني اياهم تمام. والمعرفه هاي اني انا ابذل نفسي في سبيل احبائي. لما ببذل نفسي في سبيل احبائي انا اتممت الوصيه اللي اجى يسوع يكملها. احب الله اليك من كل قلبك، كل نفسك، من كل ذاتك، وحب قريبك حبك لنفسك كما انا احببتك. هذا كل الانجيل، هذه كل حياتنا، هذه هي الشريعه ولا شيء غيرها. يوحنا الصليبي بيقول الصديق لا يحتاج الى شريعه، لانه نعمه الله تخليهوش يغلط نتفه صغيره. ليش؟ لانه ولا لحظه بفكر في الانا الموجوده جواه، بالعكس بحاول يطول الانا، بحاول يطول الانا الصغيره ويبذلها في ذات في سبيل الاخر. عشان هيك الناس هذول بتضطهدونا، عشان شايفين انه احنا الوحيدين اللي بنقدر نحب حتى الموت، عشان احنا الوحيدين اللي نعرف انه زينه الحياه الدنيا هي الروح القدس، وليس المال، وليس البنون، وليس اي شيء اخر. عشان احنا الوحيدين اللي بنعرف انه حياتنا بدون الروح القدس وبدون يسوع وبدون الله الثالوث الاقدس لا تسوى شيء. الوحيدين اللي بنعرف انه في بيت ابي منازل كثيره، وانه الطريق والحق والحياه هو يسوع، وان الروح القدس هو اللي عم بيدور لنا الطريق زي ما نور للعبرانيين لغايه ما وصلوا لارض الميعاد. وارض الميعاد هي عباره رمز روحي وليست ارض، بالارض احنا كلنا تركين الارض، وجسدنا راح يكون تراب ويتحول لتراب. ياما فتحنا مقابر قديمه وشفنا انه كل شيء صفى تراب، بحطوه في بير مع بعض وبيختلطوا هالتراب في بعض. بينما النفس والروح هي بحريه مع يسوع فوق، لانها اتبعت وصاياه وحبت حتى بذل الذات. ما تخاف، يسوع قالنا لما بيودينا المؤيد الروح القدس بذكرنا شو قال يسوع، باللي قال يسوع، وقد قلت لكم هذه الاشياء لتذكروا اذا اتت الساعه اللي قلتها لكم.
يعني عشان ما تزعلوا ولا تدخلوا باكتئاب ولا تدخلوا بيأس وليش احنا بصير معنا هيك. لا، يسوع قالنا انه هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عايشين بعالم مش عالمنا، بس لغاية ما نروح لفوق لعنده لازم نضل على شكل العالم اللي احنا منه، علشان لما نطلع فوق ما يكونش الوضع مغاير كثير. نور، طالعين للنور الاعظم عشان نكون من هون محبه، طالعين نندمج بالمحبه العظمى عشان نكون من هون سلام وراجعين لبيتنا بيت السلام. نياله اللي بيضطهد كثيرا وبيطرد من المجامع، نياله اللي الدنيا كلها قايمه عليه، لانه هو بيكون النور بذاته. اللحظه اللي بتعرفوا فيها انكم غير محاربين، اعرفوا انه انتم في ايدين الشيطان وانه هو مكيف عليكم. لكن كل ما اشتدت الحرب عليكم، كل ما رجلينا امتنت اكثر واكثر وظهورنا امتنت اكثر واكثر لنسجد لله بالروح، بالقلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. مهما صار بالعالم ما تخافوا، خلي هيكلكم شغال، خلي كنيستكم جوا قلبكم شغاله علشان تكونوا عضو فعال في كنيسه الله، في كنيستكم، في بيوتكم، في منازلكم، في ابيرتكم، في منطقتكم كلها، في وطنكم. لانه الشيء الوحيد اللي بيغير العالم هو النور. لما نكون في مكان عتمه بنرفع النور لفوق علشان الناس تشوف كل اللي حواليها. لما انتم نور في وسط العالم هذا كله ترتفعوا لفوق علشان الناس تتنور بنوركم. فلا تخافوا من اضطهاد ولا تخافوا اذا طردوكم من المجامع، بالعكس افرحوا زي التلاميذ انه انتم دهنتوا في سبيل اسم يسوع. لما روحوا من السجن مبسوطين يوحنا وبولس، لما جلدوهم يوحنا وبطرس لما جلدوهم روحوا مبسوطين انهم انجلدوا على اسم يسوع. كونوا هيك لانه اجركم بالسماء عظيم. وما تخافوا، يسوع ما قال انه احنا طحين العالم ولا قال انه احنا سكر العالم، قال انتم شوية من الملح بتملح الطبخ، شوي صغيرة، مش ضروري نكون ملايين مش عارف ايش، شوي صغيرة هي اللي بتملح الدنيا كلها. احنا داخلين يوم الخميس على الصعود، يسوع بده يصعد يوم الخميس، خميس الصعود، وراح يفوت من الصعود، من خميس الصعود لأحد العنصرة 9 أيام رياضة روحية. راح ناخذ فيها كل ثمار الروح القدس علشان نستعد يوم العنصرة ولأول مرة نكون فاهمين شو هو الروح القدس وكيف بده يحل علينا، كيف احنا غيرنا الصور اللي جوانا عشان ننظف كل شيء جوانا ويخلينا نور العالم وملح الأرض. ويخلينا أهم شيء هيكل لإله. خلال هالتسعة أيام هدول لازم نفتح الهيكل جوانا، ننظفه بيت القربان اللي جوا، ننظفه منيح منيح، ننظف البلورة الموجودة جوا بصورة حلوة وملامعة هيك، ويسوع والروح القدس ينزل في جديد ونكون نور بجد وبحقيقة للعالم كله. وما تخافوا من مليون فتوى، بالنهاية كله راح يسقط تحت رجليكم، لأنه أنتم النور وأنتم الملح وأنتم أبناء الله. نهاركم سعيد وربنا يحفظكم، وإن شاء الله حياتكم بتكون مليانة بالتجارب عشان تقدروا روحيا تعبدوا الله بالروح وليس فقط بالجسد أو بالمكان، لأن روح الله هو ساكن جواكم وأخذتوه بالعماد بواسطة يسوع المسيح والروح القدس. نهاركم سعيد وإن شاء الله يا رب تكون شديدة وقوية بإذن الله.